للميدي مبروك حدث تكريمي بيجمع أهم الأرتست بلبنان. خلينا نشوف كل تفاصيله بهالريبورت. للميدي مبروك هي تكريم للسينما اللبنانية. السنة حبينا نزيد لها جوائز لأنه الناس بتحب الجوائز، لأنه بتشجع المنافسة بين المخرجين وبين المنتجين تيحققوا إشي أحلى. رح نوزع جوائز على أفضل أفلام سنة 2013، هالشي لنخلق دينامية تنافسية بين المنتجين والشركات. Nous avons l'honneur et le très très grand plaisir d'accueillir ce soir Anne Parillaud pour remettre le prix Jutobox. Je pense que pour votre pays, c'est un concept, le concept Jutobox, qui peut permettre à votre cinéma d'exister. Je voudrais dire merci à la Fondation et surtout aux experts pour votre évaluation, pour votre appréciation pour ce projet. جرب نجيب تمويل أكثر للجمعية تنقدر نساعد وندعم السينما على مدار السنة، منهم بمهرجان كان، منهم بغير مناسبات سينمائية. سلفا سورا. I may make a play for the charity, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart. Merci, un grand, grand merci à celui qui a cru en moi, qui m'a fait vivre l'aventure, le réalisateur Fouad Alaïwan. La moumathel moubdéa, wa moukhrej moubdéa, wa moualif moubdéa, George Khabbaz. قد ايه بتعني لك الجائزة اليوم؟ كثير، خاصة بهالحفلة هيدي بالذات، لأنه فونداسيون ليبان سينما هي مؤسسة داعمة للسينما من كل النواحي، من النواحي الثقافية، من النواحي المادية، من النواحي الأكاديمية حتى، فبدنا نشكرهم. والسنة أول سنة يمكن بيعملوا كومبيتيسيون إذا بدك، لأنه في كثير أفلام لبنانية نزلت بالصالات بسنة 2013 وحبوا يعملوا منافسة، والحمد لله طلع غدي أفضل فيلم وطلعت أنا أفضل ممثل. في عنا مشكلة ولهالسبب قصة ثواني هو فيلم انعمل بال 2012 ونعرض بالسينمايات ب 2013، اشتغلت عليه مثل اي فيلم سينما بينعمل بلبنان يلي بينعمل بموارد مش كثير قويه يعني كل شيء بينعمل بيكون المخرج هو وين ما كان. Nous avons passé deux jours à étudier, rencontrer les réalisateurs et les producteurs porteurs de projets. C'est une occasion exceptionnelle que nous a offert la Fondation ليبان سينما. احنا بزمن كثير رديء بالوطن وبرافو للفونداسيون دو سينما عم تعمل هالنشاط. اكيد انا بتعني لي كثير لانه يعني بالنهايه عم بتقدر الافلام اللبنانيه اللي عم تطلع وعم بتقدر جهود السينمائيين اللي عم يجربوا يعملوا افلام، لانه بتعرفي بلبنان السينما كثير بعدها خجوله. هلا لنويدي مبروك سنت الجاي ان الله راد بتصير اكاديمي اووردز، يعني هلا عم نشكل الاكاديمي وبيصيروا الناس اللي بيشتغلوا بمجال السينما هن ينتخبوا، مش لجنه حاكمه، بيصيروا الناس المحترفين بالسينما هن ينقوا افضل فيلم وافضل ممثل واتسترا. بالنسبه للسينما في كثير مبادرات هلا لنلاقي وسائل تمويل شوي محترفه اكثر من اللي كانت موجوده بالماضي. جراند سينماز يلي عودتنا على تجارب ترفيهيه مريحه ومميزه بصالتها